النهارده برضو كان في حاجه تانية خلتني اقول كلام الضيوف امبارح كان صح، وهم بيتكلموا على ان المصالحه دي لن تتطور بشكل ايجابي. حكومه البحرين النهارده بتستنكر ان قطر اوقفت بطل كمال الاجسام البحريني سامي الحدود، ووصفت الاجراء بانه خرق واضح لاتفاقيه الصلح الخليجيه اللي لسه ما بردتش. الخارجيه البحرينيه قالت في البيان ان الحداد كان في رحلة في المياه الإقليمية البحرينية، وطلبت خفر السواحل أنه يتوقف عن إلقاء القبض على الصيادين بدون وجه حق. نبيل الحمر ومستشار الإعلامي لملك البحرين قال على تويتر: تأتي هذه الواقعة ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها قطر ضد البحارة البحرينيين، وتعد اختراقا واضحا لاتفاقية الصلح الخليجية التي أبرمت في قمة العلا الخليجية. يعني ده كلام الحقيقة بيخليني أقول، هي النوايا صافية ولا النوايا مش صافية؟ هل مصر عندها مشكلة مباشرة مع إيران ولا؟ معلش أنا بسأل السؤال، يمكن يكون السؤال ده ما هواش يعني بيقولوا عليه ايه، مش بوليتيكلي كوركت، ما هواش صح ان انا اساله من الناحيه الدبلوماسيه. هل احنا عندنا مشكله مباشره مع ايران، ولا احنا كمصر بنتعامل واحنا بلد القوميه العربيه اللي قامت فيها القوميه العربيه وفضلت مصر زي ما قال علي السيد امبارح، اما انها تقود القوميه العربيه او انها يعني مشاركه في اي اجراء او جهد؟ فهل طبيعي اننا نبقى بنقول نتضامن مع اشقائنا في الخليج في مواجهه اي خطر، حتى لو كان هذا الخطر من دوله زي ايران؟ وبطبيعه الحال مش عارف هم مش شايفين ولا ايه، ان هناك خطر اخر ياتي من تركيا، واكيد لازم نعلم ان هناك خطر ثالث ما كانش خطر اول ياتي من اسرائيل. مش عارف يعني هي مشكله رؤى ولا مشكلة فهم ولا مشكلة ايه بالظبط الحقيقة؟ مش عارف.